صابر عليكم. أيوة اليوم حبيت نحكي على رواندا بحكم اللي عندنا لفرو باسكيت توا، والمنتخب التونسي منورنا في البطولة هذه وإن شاء الله يا رب يجيبونا اللقب. لكن سؤالي تطرح، كيفاش البلاد هذه اللي كانت تعيش في إبادة وحرب أهلية كبيرة وصلت اليوم تنظم في بطولة وتجمع كل البلدان الإفريقية عندها، وإحنا نتفرجوا في الماتشوات نشوفوا البلاد هذه كيفاش عملت قفزة نوعية وازدهار يخلي الواحد يحب يفهم كيفاش وصلت هكا. به رواندا بلاد غير ساحلية، ما فيهاش بحر، موجودة في شرق إفريقيا وعاصمتها كيغالي. عدد سكانها 12 مليون نسمة، 58% منهم شباب. عام 1994 صارت إبادة جماعية في رواندا، قبيلة الهوتو قاموا بذبح أكثر من مليون فرد من جماعة الأقلية التوتسية في مدة 100 يوم بواسطة المنجل. يعني توا 25 سنة فقط شعب كان في الفقر المدقع وزيد يقتل في بعضه تقتيل. توا بعد 25 سنة الشعب في دولة هي من أكثر الدول ازدهارا في إفريقيا والعالم. رئيسها بول غاغامي كان يقول جملة معروفة ياسر، باش نمسح دموعنا بيد واليد الأخرى باش نخدموا بها بلادنا. وقت اللي شد الرئيس هذا رواندا كانت الدولة مازالت تحت وطأة الحرب الأهلية، يعيشوا فيها المجرمة واللي أغلبهم أميين. وهو صغير كان هارب لاجئ في أوغندا مع عائلته بحكم اللي تنتمي إلى أقلية التوتسي اللي طردوا فيهم الهوتو. من بعد رجع للبلاد ودخل في الحياة السياسية للي وصل رئيس في 24 مارس 2000. أول حاجة عملها السيد هذا قاوم الفساد، وأي إنسان سياسي إعلامي أو مواطن يعطي تصريح فيه كره أو حاجة تحير النعارات القبلية يتحط في الحبس. رجع العبيد عندها ثقة في الدولة وبدأت الناس تخدم ونقص الإجرام. معدلات التنمية في رواندا وصلت ل 8%، معدل أعمار أعضاء الحكومة ما تفوتش 40 سنة، برشا منهم نساء، واليوم البرلمان الرواندي هو أكثر برلمان في العالم فيه تمثيل نسائي بأكثر من 60%. عمل سياسة لجلب الاستثمارات الخارجية، أكبر الشركات توا موجودة في رواندا الماركات العالمية. الزراعة والسياحة تمثل 70% من قوة اقتصادية للبلاد. صنفت الأمم المتحدة كيغالي عاصمة رواندا أجمل مدينة إفريقية عام 2015، وهي أنظف عاصمة إفريقية. كي تدخل من باب المطار ماذا بيك ما تهزش معاك أكياس بلاستيكية على خطرها تتفكلك. البيئة والمحيط مهمين برشا ويحافظوا عليهم الروانديين للي وصلوا عملوا نهار سبت في آخر الشهر يكون حملة نظافة. البلاد هذه كما برشا بلدان بدأوا بسيناريوهات أخيب منا برشا، وشوفوا وين وصلوا اليوم. راني مانيش نحكي لكم على 100 سنة، فقط 25 سنة. مش صعيب انك تعاود تطلع وتصلح اذا كان فما اراده من الناس الكل، الحكام والشعب. والنقطه اللي تجمع البلدان الكل هي مقاومه الفساد والاقتصاد الريعي. في تونس سيطرت بعض العائلات على مفاصل الاقتصاد، هد البلاد وخلى الشباب يحرق ولا يفقد الامل، وزاد يخلي المستثمرين الاجانب ما تحبش تجي تستثمر في بلادنا. وتزيد كي تسمع سفير الاتحاد الاوروبي السابق بتونس باتريس بيرغاميني يقول انه لوبي عائلات يتحكم في الاقتصاد التونسي يعني شيء ولا بالمفضل الضوح. يسيب المرشي، سيب المرشي وخلي الناس تخدم. مش معقول 10 عائلات من عهد البي هي بيدها تحكم والناس على جرد كشك تمشي في السقين. يا والله صابر، يا والله صابر. وكذا رواندا هذه هي رواندا تشيك. اللي يعجبني في صابر دي والله المره دي كربت هذيك مع تونس، فهمت؟ جابتها كركرتها رواندا وحطتها صبتها في تونس. خلينا نرجع بالعكس من اللي قالته صابر في الاخر، اللي هو العائلات اللي قاعده تحكم في الاقتصاد واللي دايور عندها سنين واللي هما على عدد صوابع اليدين ما همش برشا، واللي ما نعرفوهمش. ونوعا ما انا والله واحد من الناس كل ما نلوج على حد يجبد في مشكله من عائله الكبار نقاش لتصويت لحد شيء، ديما كنت تحسهم بالرسمي جماعه اللي في الخفاء واللي عندهم مصالح. واللي ديما عاود هنا جمله، وانه بن علي وطرابلسيه كانت عائله في يد السياسه والاقتصاد في يدهم، بعد السياسة مشيت في شيرة والاقتصاد مشيت في شيرة، وحسهم مع كأنهم عنده زواج متعة الأحزاب السياسية وهاللوبيات هذين تاع الاقتصاد اللي بركت البلاد. حب نرجع زادة الرواندا اللي من مخلفات الاستعمار
هالتقسيم القبلي ما بين التوتسيز والهوتسو. وفما فيلم تحفون على الاخر ظهر لي اسمه هوتير رواندا، ظهر لي تعمل على المذبح عام 1994، والنقلة النوعية اللي بعد اللي فشلنا فيها نحن دايور العدالة الانتقالية التونسية، فشلت فيها اللي في رواندا بعد ما ماتوا أكثر من 1,000,000 شخص العبيد رجعت تصالحت مع بعضها وتحطت البلاد قدام الناس الكل وفوق كل اعتبار، ومع انه فما انتقادات على بول كيغامي واللي قاعد يعمل فيه والسياسة نتاعه وحرية التعبير والصحافة وما الى غير ذلك، اما هذا ما ينفيش، وانه رواندا ولات من رواندا ولات من البلدان الافريقية اللي نمو لمدة سنوات في صعود حتى في وقت الكريز. نتمنى وانه تونس نمشي في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أما كمان نحافظ على حرية التعبير وحرية الصحافة اللي تخلط المعلومة للمواطن، كيف ما تقول جملة صابرة نوافيكم بأهم الأخبار وكل شيء لحظة بلحظة، دونك هذايا مهم برشا، وإن شاء الله يبدأ الإصلاح في أقرب الأوقات. خاطر صحيح أنا 10 سنين استناه والعباد تقول شبيكم على شهر قلبتوها الدنيا، أما ميسالش كي راه بوادر متاع إصلاح ومتاع التغيير في ظل شفافية مش ضبابية اللي نعيشوا فيها. Effectivement.